واحفظوا نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أبيات تسهل عليكم هذا: آباء سيد الورى على الرتب، هو ابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم من عبد مناف بن قصي ابن كلاب مرة كعب لؤي، وغالب وفهر ابن مالك، والنظر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. طيب.